تمر القيصة الماضية حول عملية القسمة. تكلمنا حول عملية القسمة، تكلمنا على مكونات عملية القسمة. شكون غادي يذكرني ما هي مكونات عملية القسمة؟ مكونات أربع مرات. مكونات عملية القسمة حول أربعة مكونات. عندنا المقسوم، المقسوم اللي جينا، اللي جينا نسموه المقسوم عليه، أو نسموه القاسم. قلنا اللي نكتبه هنا هو حاصل القسمة، ونسموه النتيجة، نتيجة القسمة. قلنا كاين عندنا بالي هنا نسموه باقي القسمة، والباقي ماشي دائما، أحيانا يكون عندي باقي، وأحيانا ما يكونش عندي باقي. فهمنا؟ طيب، ذكرنا قاعدة حول المقسوم هذا. قاعدة حول المقسوم، شيء القاعدة حول المقسوم ذكرناها في عملية القسمة. ذكرنا قاعدة حول المقسوم، ذكرناها في بداية السنة وعاودنا ذكرنا بها في الدرس الماضي. على بالي بلي غنزيدوها. طيب، بالأصبع، كلام بالأصبع. ذكروا بالقاعدة، قلنا في عملية القسمة لا بد أن يكون المقسوم أكبر من المقسوم عليه. هذا اللي راح نقسمه لابد ان يكون اكبر من المقسوم عليه. فهمنا؟ طيب، ذكرنا قاعده اخرى كذلك حول الباقي. ذكرنا قاعده حول الباقي. الباقي في عمليه القسمه كيف يجب ان يكون؟ نعم، يجب ان يكون اصغر من المقسوم عليه. جيد، قلنا حتى تكون عمليه القسمه صحيحه فيها الباقي لابد ان يكون هذا الباقي اصغر من المقسوم عليه. معناه اذا كان الباقي مساوي او اكبر من المقسوم عليه معنى عمل القسمه غير صحيح. طيب، ذكرنا قاعده اخرى كذلك في التاكد. كيفاش نتاكد من عمليه القسمه؟ ما هي قاعده كي اتاكد من صحه عمليه القسمه؟ نعم جمع، حاصل القسمه في المقسوم عليه. اضرب حاصل القسمه في المقسوم عليه. جيد، إذا كان عندي باقي أضيفه للعملية، إذا ما عنديش باقي أكتفي بضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه. طيب، راني ضربت حاصل القسمة في المقسوم عليه والباقي ما عنديش، شبك داري ماذا أفعل؟ هذا هو الشيء المهم. ضربت حاصل القسمة في المقسوم عليه الباقي ما عنديش، شو لازم نصير؟ لازم تفهمني ليه؟ نعم مريم. جيد، لابد ان اتحصل على المقسوم. عملية التأكد في القسمة، نضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه، يجب ان اتحصل على المقسوم. إذا تحصلت على المقسوم، معنى عملية القسمة صحيحة. إذا ما تحصلتش عليه، عملية القسمة خاطئة. طيب، ذكرنا مراحل عملية القسمة. لما نكون نقسم في عدد على عدد، ما هي المراحل اللي نمر بها في عملية القسمة؟ مراحل. مراحل عملية القسمة. نعم، أول مرحلة. لا، ماشي. نعم، أول مرحلة. أول مرحلة تقي الدين غير نصيب العدد نكتبو شنو بعدها؟ الضرب هو أول مرحلة. الضرب، أضرب، أضرب حاصل القسمة اللي صرته في المقسوم عليه. أول مرحلة هي الضرب. ثاني مرحلة قوي. ثاني مرحلة هي الضرب. ناقص يطرح. ثاني مرحلة طرح. ثالث مرحلة هذه الإنزال. رابع مرحلة التأكد من عملية القسمة. إذا ضرب، طرح، إنزال، تأكد. أربع مراحل في عملية القسمة. أضرب، ثم أطرح، ثم أنزل، ثم أتأكد من عملية القسمة. طيب، ذكرنا قاعدة مهمة كذلك في الإنزال. في الإنزال، قاعدة مهمة في الإنزال، إسلام. جيد، قلنا إذا لا يكون مرتين، نكمل القاعدة. إذا لا يكون مرتين، إيه هم بعد. نعم مريم. جيد، لا أنزل مرتين إلا بعد أن أضع صفر في النتيجة. إحنا أنزلنا أول مرة، بعد ما أنزلت صرت هذاك العدد اللي أنزلته أصغر من المقسوم عليه، ما نقدرش نقسمه.
شفنا كذلك شيء، شفنا كيف أحول عملية القسمة إلى كتابة أفقية، كيف أحول عملية القسمة إلى كتابة أفقية. بالمعنى كيف أحولها إلى كتابة أفقية؟ ذكرنا بشيء مهم، أنا كتبتكم قلنا لما تحول ولا دير عملية ما تنساوش يكتب من اليسار لليمين، ما نكتبش من اليمين لليسار. العملية في الرياضيات من اليسار لليمين. طيب قلنا لما نحول عملية القسمة إلى عملية أفقية، قلنا أول حاجة المقسوم تبع هو الأول اللي جينا تساوي، نفتح قوس الأول اللي نكتبه هنا هو المقسوم عليه. المقسوم عليه أضربه في ماذا؟ حاصل القسمة. جيد، حاصل نغلق القوس وأضيف له طبعاً إلى عندي الباب. هذه عملية القسمة. معناه إذا أعطى لك هكا 372 تساوي، ودلك هكا مثلاً 15 في ذلك النقاط زائد نقاط، قال لك أنجز هذا العملية. أنجز هذا العملية. شو تفهم؟ تفهم بلي هذه العملية عملية قسمة. تفهم 72 قسمناها على 15. هكا. 15. أنجز عملية القسمة. الحاصل اللي نصيبه نكتبه هنا. والباقي اللي يبقى لي ديروه هنا. خلاص؟ طيب. قلنا في بداية السنة أنه عملية القسمة نوعان. إذا قالي باقي في عملية القسمة نسموها عملية قسمة غير تامة، وإذا ما بقاليش باقي نسموها قسمة تامة. إذا درسنا اليوم هو قسمة تامة، غير قسمة تامة. القسمة التامة بكل بساطة، القسمة التامة هي القسمة التي ليس فيها باقي. إذا قالك الباقي صفر ما هي عملية قسمة تامة. إذا قالك الباقي أكثر من صفر، واحد اثنين ثلاثة، فهي قسمة غير تامة. نديرو مثال، مثلا عندنا مثلا 828 تقسيم 4، لاحظ 828 تقسيم 4، لاحظ المقسوم 828، المقسوم عليه 4 ولا سموه القاسم. طيب ما دام المقسوم عليه رقم، ندي رقم واحد من المقسوم، ندي 8 فقط. 8 تقسيم 4 راح نقسم 8 على 4، معناه راح نبحث على الرقم الذي أضربه في 4 يعطيني 8. اثنان. وقلنا مستحيل عصام، قلت لك راكم تبع هنا، مستحيل تنجز عملية القسمة إذا مانيش عارف ندير ولا غلط. صح. اثنان. طيب راني صرت الرقم. الآن مراحل القسمة، نتذكر مراحل القسمة. أول مرحلة الضرب، اثنان في 4 قلنا نكتبها 8. الآن مرحلة ثانية، أعطاك 8 ناقص 8 ضعف، يعني ضعف. بمجرد ما نطرح، غير نطرح النقص أنزل مباشرة. راني أنزل، تبع شيء مهم، تبع راني أنزل خلاص الإنزال، نروح للمرحلة الموالية نعاود نقسم. طيب اثنان تقسيم 4 ما نقدرش، تبع اثنان صغير على الربع ما نقدرش نقسمها. ذكرنا في بداية السنة أنه دائما لابد أن يكون المقسوم أكبر من المقسوم عليه. إذا كان صغير عليه ما نقدرش. شدي في ذي الحالة وراني أنزل. قلنا لا أنزل مرتين إلا بعد أن أضع صفر ثلاثة. هذه هي المثال تحت. ما نعاودش ننزل للثمانية إلا بعد أن أضع صفر في النتيجة. علاه؟ لأنه نزلت مرة خلاص. فهمنا؟ إذا الآن ما ننزلش ثمانية إلا بعد أن أضع صفر في النتيجة. نحط صفر.
في النتيجة؟ النزل الثاني. تقول لي إذا 28 تقسيم 4، ما هو العدد الذي أضربه في 4 يعطيني 7 على 7. طيب 7 7 7 7 في 4 28. شوف كيف 28 28 خلاص في 4. إذا هذه قسمة تامة لأنه الباقي 0. طيب لابد أن دائما أتأكد من عملية القسمة، ممكن غلطنا. شندير حاصل القسمة في المقسوم عليه 207 4 في 7 4 في 7 4 في 2 إذا صح. كيف نضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه وصبت المقسوم على نصفين؟ لو كان ما صبناش المقسوم معناها رانا غالطين. إذا صبناها والباقي كاين ماني غالط. تخيلوا إذا صبناها صحيحة وكاين الباقي واحد، معناها غالط. نعاود فيها العملية. كي تكون قسمة تامة، نضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه، نصيب المقسوم معناها صحيح. فهمنا؟ ركزوا لي على هذا. عندما أنزل لكم لا أنزل لكم آخر إلا بعد أن أضع صفر في النتيجة. فهمنا؟ مثال آخر. طيب ولا قبل ما نروح مثال آخر، قاعدة جديدة نكتبوها اليوم. طيب عندما تكون عندي قسمة تامة، في القسمة التامة أو قبل ما نديروا قاعدة إذا كان عندي الباقي في عملية القسمة، إذا كان الباقي صفر نسميها قسمة تامة. في عملية القسمة إذا كان الباقي صفر نسميها قسمة تامة. نسميها قسمة تامة كما المثال الذي بدأ. خلاص؟ هذه قسمة تامة لأن الباقي صفر. طيب مثال آخر، خلوا لك مثال مكتوب وديروا مثال آخر. تبع المقسوم 3715 المقسوم عليه 5. ما دام المقسوم عليه رقم ندي رقم واحد من ندي ثلاثة. كي ندي رقم واحد راه صغير عليه ما نقدرش، إذا ندي رقم 7. ما هو العدد ولا الرقم اللي نضربه في 5؟ لازم نتحصل على 37 أو أقل من 37، ما لازمش نصير أكثر من 37. يجي واحد يقولنا نديرو 8. لا 8 في 5 40. لازم نصيبو قل من 37، إذا نديرو 7. راني شفت العدد. روحوا للمراحل. أول مرحلة الضرب 7 في 5 نكتبها. مرحلة ثانية الضرب 7 ناقص 5 3 ناقص 3 هاي طرحت. أول إنزال، بعد الطرح يجي الإنزال، وأنزل الواحد. نفس الشيء، لابد أن يكون نصيب 21 ولا أقل من 21. الآن نعاود نرجعوا للمراحل، المرحلة الأولى الضرب 4 في 5 الضرب، المرحلة الثانية 1 في 0 2 في 2 أنا طرح المرحلة الموالية ثلاثة في خمسة. إذا كان في عمل
فالباقي صفر نسميها قسمة تامة. إذا هذه قسمة تامة، علاش؟ لأن الباقي صفر، ما زالت مرحلة ما درناهاش. التأكد من عملية القسمة، لابد أني نتأكد. نضرب حاصل القسمة في المقسوم عليه. 5 في 3 15، 5 في 4 20، 4 في 21، 5 في 7 35، 2 صحيح. حصلت على المقسوم؟ إذا راني صحيح، إذا عملية القسمة صحيحة وتامة. طيب، قاعدة جديدة اللي راح نعرفوها اليوم، شو هي؟ في العملية القسمة التامة، إذا كانت عملية القسمة تامة، إذا كانت عملية القسمة تامة معناه المقسوم المقسوم من مضاعفات المقسوم عليه ومن مضاعفات حاصل القسمة. في عملية القسمة إذا كانت عملية القسمة تامة حيث الباقي صفر، نستنتج شيء، شو هو؟ أن المقسوم هذا أنا عملت قسمة تامة، معناه 828 من مضاعفات الأربعة ومن مضاعفات 207. العملية الثانية هذه قسمة تامة، إذا نستنتج أنه 3715 من مضاعفات الخمسة ومن مضاعفات 743. فهمنا؟ فكتبوا قاعدة في القسم، تبعنا تبع ما هوش كتبوا تبع ضرب الراس. قلنا نكتبوها وصفوها. في عملية القسمة التامة، في عملية القسمة التامة نستنتج نقطتين. ماذا نستنتج؟ نستنتج أن المقسوم، نستنتج أن المقسوم من مضاعفات، نستنتج أن المقسوم من مضاعفات المقسوم عليه. ونستنتج أيضا أن المقسوم كذلك من مضاعفات حاصل القسمة. من مضاعفات، وهذا لما شرحنا في بداية السنة قلنا المضاعفات هذا علاقة بالقسمة ومن إصرف أكثر. قلنا في بداية السنة أنه ما المفروض أن يكون المضاعفات بعد القسمة، لأنه المضاعف يتعلق بالقسمة. ما معنى مضاعف؟ معناه قاسم الذي يقبل القسمة. طيب، أنا وصلنا ليه؟ معناه 228 مضاعفات الأربعة ومضاعفات 2007. لا، لأنه يقبل القسمة على أربعة ويقبل القسمة على 207. لو كان أقسم 228 على 7 تعطيني 4، وكي قسمنا 228 على 4 تعطيني 207. إذا هذو متبادلين. كي نقسم على هذا نصيب ذا، وكي نقسم على ذا نصيب ذا. إذا معناه المقسوم مضاعف للرقم 4 ومضاعف للعدد 207. نفس الشيء في المثال الثاني، 3715 قسمناها على 5 صبنا 743 الباقي صفر. شرط هذا القاعدة في القسمة التامة بركة. طيب، قلنا نستنتج أن المقسوم هذا من مضاعفات الرقم 5، وهذه لما نقولوها نقولنا أي عدد رقم أحاديه 5، هذا الأحد وراء 5، إذا مضاعف الخمسة. هذا من المفروض كي نشوفوها هكا كل ما نديروها نعرف بلي تخرج قسمة تامة. علاه؟ لأنه من مضاعفات الخمسة. لا، ما نقدرش نعرفو، لازم نكون حافظ القاعدة، ما نقدرش نعرفو. هذه واضحة. لأنه رقم أحاديه هذه 5، هذه كيفاش نعرفوها؟ خمسة ولا لا خمسة؟ أيوة لا ثلاثة. هذا ما نقدروش نعرف إلا بالإجراء. طيب، نستنتج قلنا أن المقسوم مضاعف للمقسوم عليه ومضاعف لحاصل القسمة.
اليوم في عملية القسمة التامة. نستنتج أن المقسوم من مضاعفات المقسوم عليه، ونستنتج أن المقسوم من مضاعفات حاصل القسم. ولما نسوي أن القسمة التامة هي القسمة التي يكون فيها الباقي صفر. فهمنا؟